بقول لحضرتك، هو بالنسبة لبطاقة التموين، يعني عايز تفسير على معاملة معينة. يعني هو في ناس المفترض مستلمة بطاقة التموين عشان تجيب بها عيش من المخبز، فممكن ايه حكم ان هو يسيب بطاقة التموين للمخبز وما ياخدش عيش في مقابل ان هو بدل العيش ممكن ياخد من بتاع المخبز 100 جنيه في الشهر مثلا؟ هذا بالتراضي لا بأس. ما فيهاش حرمانية يعني، اللي هو مال عام وكلام لا 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 لا.